والسلام عليه محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. آل النبي هم فلك النجاة وفي فلك السماوات دوما أنجم زهروا مطهرون نقيات ثيابهم تجرى الصلاة عليهم إن ما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. لما بدا الله خلقا ثم صوره صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الآية الكبرى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. مولاي ومولى الكونين ونور العينين يا أبا الحسن يا علي، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، لا يعرفك إلا الله وأنت. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. لك معنى أجل من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا. قيل للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه. هو مشكاة نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه. صلى الله محمد. أظهر الله دينه بعلي، أين لائن دينه لولاه. كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا، والجبت والجبت فيه إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم، ولا يسمعون منه دعاه. سله لما هاج الطغاة قريش من وفاه بنفسه
من وقاه بنفسه، من فداه لو رأى مثله النبي لما وخاه حيا وبعده وصاه. لا لا محمد. قام يوم الغدير يدعو ألا من كنت مولا له، فهذا علي مولاه ما ارتضاه النبي من قبل النفس ولكنما الإله ارتضاه. أبا حسن أنت سر المهيمن، لو أنصفوك وأنت جعلت الطغاة عبيدا، ولولا حسامك كانوا ملوكا، وعند الإمامة لم أخروك، ولو قدموك قدموا حظهم، وعند الإمامة لم أخروك. آل طه طهروا من دنس ولهم في الحشر عالي الدرجات، وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد. ثانية، اللهم صل. ثالثة، ورد عن سيدنا ومولانا ونبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال في يوم الغدير: من كنت مولى فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. صدق نبينا محمد. اللهم صل على محمد. ثانية، اللهم صل على محمد. محمد صلى على ونحن في زمن الحوار والمناظرة، ومما ومن الأحاديث التي نحتاجها ونستند إليها، والحديث المعروف حديث الغدير، والذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولى، اللهم والي من والى، وعادي من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذله، وأذر الحق معه حيثما دار. وحديثنا ينصب حول نقطتين: النقطة الأولى أو الناحية الأولى هي الناحية السندية لحديث الغدير، والناحية الثانية ودلالة حديث الغدير. أما الناحية الأولى وهي الناحية السندية، فنحن لا يمكن أن نحتج بحديث الغدير للطرف الآخر حتى يكون حديث الغدير حديثا مسلما عند الطرف الآخر، حتى يكون حجة عليه. فما لم نثبت بطريقة مسبقة أن حديث الغدير حديث صحيح مع لخصوم حديث صحيح مع خصوم الشيعة أنفسهم،
فلا يمكن أن نحتج بحديث الغدير. نحن الشيعة الإمامية عندنا حديث الغدير حديث متواتر. ما معنى متواتر؟ متواتر أي أنه نتيقن صدوره عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، يعني نقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. فمعنى التواتر هو التيقن بصدوره، وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله تنقسم إلى قسمين: أحاديث ظنية، هذه تورثنا الظن، هذه ليس من الضروري أن نتيقن بها أو نقطع صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن أحاديث ظنية يمكن ولعل أن بعض الرواة اختلقوها ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله. والقسم الثاني من الأحاديث تسمى الأحاديث القطعية، هذه يتيقن ويقطع صدورها من النبي صلى الله عليه وآله. ومن الأحاديث المتواترة والتي يقطع بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله هو حديث الغدير. ونحن عندما نقول بأنه حديث متواتر لسنا فقط نحن الذين ندعي، بل الخصوم هم الذين يدعون أيضا بأن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة. فمثلا يروي ابن كثير، وابن كثير من علماء العامة، من أكابر علماء العامة ومن محدثيهم ومؤرخيهم، يروي عن الحافظ الذهبي أنه قال: وأما صدر الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. حديث الغدير له صدر وله ذيل. وأما صدر الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، وأتيقن بأن النبي قاله. وأما ذيله اللهم والي من والاه، فزيادة قوية في الإسناد. فالحافظ الذهبي يقول بأن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة والتي يتيقن صدورها من النبي صلى الله عليه وآله. والسيوطي، وأيضا السيوطي هذا من أكابر علماء الجمهور، هذا عنده كتابان. كتاب الأول اسمه الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، والكتاب الثاني اسمه الثمار أو الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. فعند كتابان جمع فيهما الأحاديث المتواترة. قلنا الأحاديث المتواترة يعني التي يتيقن بصدورها، تقطع بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله. فجمع في هذين الكتابين الأحاديث المتواترة، وأيضا في كلا الكتابين جمع ذكر أحاديث حديث الغدير وأنه من الأحاديث المتواترة التي يقطع بصدورها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذن خصوم الشيعة هم الذين يقولون بأن حديث الغدير هو حديث متواتر. ولهذا يقول سيد المرتضى علم الهدى، يقول: وما المطالب بتصحيح حديث الغدير والدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات رسول الله وأحواله الظاهرية وبحجة الوداع. سيد المرتضى يقول:
حديث الغدير عندنا كغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكحجة الوداع. غزوات النبي وحجة الوداع هي أمور قطعية، كذلك يقول حديث الغدير حديث قطعي. ولهذا جزى الله الشيخ الأميني رحمة الله عليه، ذكرنا قبل ليالي في أحد المجالس لما تناول حادثة الغدير في كتابه المشهور الغدير في الكتاب والسنة والأدب، وموسوعة كبيرة يعني تألف من 11 ومجلد، موسوعة علمية عقائدية تاريخية، يذكر بأن الذين رووا أحاديث الغدير 110 من الصحابة، كاتبينهم بأسمائهم واحد وما رواهم فقط من طرق الإمام، حتى من طرق الجمهور. وذلك هو استدل على حديث الغدير من روايات الجمهور 110. احنا يعني مدرسة الخلاف او مدرسة الخلفاء عندهم الصحابي اذا روى الحديث خلاص يكفي لإثباته، فما ظنك لان جميع الصحابة عندهم كلهم عدول وثقات. مدرسة الخلاف عندهم نظرية عدالة الصحابة، عندهم كل الصحابة ثقات وعدول، فإذا روى رواية خلاص يعتبر رواية صحيحة. فهذا ما ذكر رواية أو روايتين أو مصدر أو مصدرين، 110 من الرواة من الصحابة رووا حديث الغدير. بعد ومن التابعين الذين جاءوا في الطبقة الثانية لم يروا النبي يسمون التابعين، يمكن رأوا صحابة النبي لكن ما رأوا النبي يطلق عليهم بالتابعين. ونحن نعتقد بأن سيد التابعين هو الإمام زين العابدين، سيد الصحابة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسيد التابعين هو الإمام زين العابدين. فالتابعين طبقة التابعين تأتي بالطبقة الثانية، يذكر من التابعين الذين رووا حادثة الغدير 480. ومن العلماء بين مؤلف وكاتب ذكر 360 كتابا من الذين رووا حادثة الغدير. إذن حادثة الغدير يعني ليست حادثة مفتعلة بهذا العدد أو مزورة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله هو ما نص على أمير المؤمن فقط في حديث الغدير، لا، منذ البعثة، منذ نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع عشيرته الأقربين، قال من منكم يؤازرني على هذا الأمر يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فقام علي عليه السلام أعاد النبي نفس الكلام، فقام علي عليه السلام ثالثة، فقام علي ثلاث مرات، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي. ثم يأتي من يأتي ويقول بأن حديث الغدير هذا من بدعة السبائية ابن سبأ أو من بدعة الصفوي. وش دخل الآن ابن سبأ أو صفوي في القضية؟ احنا نقول لك نستدلك بالقرآن والسنة، انت تقول انا ما قلت، انا اقول قال الله وقال رسول الله وهؤلاء الصحابة يرون، انت تقول انا ما قلت قال ابن سبأ، انت تقول الفئة الفلانية والفئة الفلانية. وإلا هو حديث الغدير هو حديث عام
وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله أكد على ولاية علي بن أبي طالب منذ البعث، منذ أن نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن حديث الغدير هو حديث متواتر ومشهور ومسلم بين الفريقين، فإذا هو حديث لا ينكره أحد، مسلم عند جميع الفريق عند الفريقين، لكن اختلفوا في دلالته. وتلك النقطة الثانية، كيف نستفيد من حديث الغدير أن دلالته تتناول الإمامة والولاية والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هنالك جهات متعددة تبين أن حديث الغدير دلالته تبين الإمامة والولاية والخلافة والسلطة الحاكمة. الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وعاصروا النبي فهموا بأن المقصود من حديث الغدير هو الولاية والحاكمية والخلافة. أذكر لك ثلاث قرائن. القرينة الأولى التي تؤكد بأن الصحابة فهموا أن المقصود بحديث الغدير هو الولاية هو بخبخة الشيخين، فقد ذكر أحمد بن حنبل وولده عبد الله وابن كثير والطبري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم أمر الصحابة بأن يسلموا على أمير المؤمنين عليه السلام ويهنوا بإمرة المسلمين، فقام أبو بكر وعمر بن الخطاب وكل يقول بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. إذن أول من فهم من حديث الغدير أن المقصود به بالولاية هي الرئاسة والخلافة هو أبو بكر وعمر. إذن هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية كما يروي أيضا الخوارزمي في كتابه المناقب وأيضا ابن الجوزي في كتابه التذكرة والخواص أن المقصود بالولاية هنا هي الخلافة ما ذكره الشعراء في كتبهم وما تركه الشعراء وما خلفوه. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قام حسان بن ثابت وقرأ هذه الأبيات يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكن وانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم بخم ولا تخشى هناك الأعادية هناك دعا اللهم فقال فمن مولاكم ووليكم، فقالوا ولم يبدوا هناك التعادية إلهك مولانا وأنت ولينا فلا تجدا فينا لك اليوم عاصيا، فقال فمن كنت مولاه فهذا علي فهذا فقال فمن كنت مولاه فهذا علي فكن له أنصار صدق مواليا. إذن حسان بن ثابت فهم أن المقصود بحديث بالولاية هي الخلافة، ولو كان فهم غير الخلافة لكان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول له يا حسان أنا لما قلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه أنا ما أقصد الخلافة، أقصد من كنت ناصره فعلي ناصره. لكن رسول الله لم ينكر على حسان
بل أنه قبل كلامه، فهذا يدل على أن المقصود بالولاية هي الخلافي قرينة الثانية. القرينة الثالثة كما يرويها الثعلبي وهو من جمهور المسلمين أنه في قرينة نزول العذاب، لما نزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما جعل عليا خليفة على المسلمين جاء الحارث بن النعمان وقال يا رسول الله أمرتنا بأن نشهد لا، وقال يا محمد لم يقل يا رسول الله، أمرتنا أن نشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا، وأمرتنا بالصلاة خمسا فقبلنا، وأمرتنا بأن ندفع الزكاة من أموالنا فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما فقبلنا، أما كفاك ذلك حتى أخذت بأخيد علي بن أبي طالب وجعلته خليفة على المسلمين، هذا الأمر من عندك أم من عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله هذا أمر من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقام دا الحارث بن النعمان معترضا على رسول الله وقال اللهم إن كان محمد صادقا فيما يقول فأنزل علينا حجارة من السماء وعذبنا عذابا أليما. لما ركب راحلته وإذا بحجر قذيفة سماوية وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإذا بحجر ملتهب من السماء وقع على رأسه وخرج من دبره وأهلكه الله. فإذن من هذه القرينة الثالثة هذا الحارث النعمان فهم أن المقصود بالمولى بالولاية هنا الخلافة، ولهذا اعترض على النبي فعاقبته السماء. هذه 3 قرائن. القرينة الأولى هي بخبخة الشيخين، والقرينة الثانية ما تركه الشعراء ما خلفوه، والقرينة الثالثة هي أكثر من 20 قرينة. هذا الحارث النعماني نزول آية العذاب، سأل سائل بعذاب واقع. ولهذا الشيخ التيجاني حفظه الله، الشيخ التيجاني وكان أولا من السنة ثم اعتنق مذهب أهل البيت، يعني تقريبا أكثر من 30 سنة، 35 سنة من اعتنق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وخدم مذهب أهل البيت، وله كتب كثيرة، يعني كتبه في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، في مصر، في السودان وغيره، في تونس. التيجاني هو اسمه محمد التيجاني السماوي، يقول هذا ينقل قضية أن مناظرة جرت بينه وبين إمام جامع الزيتونة، جامع الزيتونة جامع كبير في تونس. هذا إمام جامع الزيتونة عنده كتاب في تفسير القرآن، هذا الكتاب يعلق فيه على حديث الغدير، يقول وأما حديث الغدير فهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعترف بحديث الغدير وأنه حديث صحيح على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. زين، لكن ماذا يقول؟ قال ويزعم الشيعة أنه أن هذا حديث نص على إمامة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هو يقول وكذا، يقول وهذا باطل عند أهل
السنة والجماعة، لأنه يتنافى مع خلافة سيدنا أبي بكر وخلافة سيدنا عمر وخلافة سيدنا عثمان. يقول صحيح حديث الغدير صحيح، لكن ما يقصد النبي بالولاية من كنت مولاه أنه هو الخليفة. إذن ماذا يقصد؟ قال لابد أن أول الحديث أن المقصود هنا بالولاء المولى أو من كنت مولاه هو الناصر والمحب. فيقول اتجاني أنا جئت إليه قلت له حادثة الغدير أنت تعتقد بصحتها أم لا؟ قال نعم، لو لم تكن صحيحة لما رواها المحدثون والعلماء. قال ماذا تفهم من كلمة مولى؟ قالت مولى يعني الناصر والمحب. فقاله الشيخ التيجاني هو يعقل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع الناس في حر الهجير ليقول لهم بأني من كنت ناصره فعلي ناصره؟ قال نعم. قال تأويلك في غير محله. قال وش تأويل؟ قال إن الشيخ ذاك السني يقول للشيخ التيجاني لو كان هذا الحديث يقصد أنه الناصر لهذا لما صار الخليفة الأول خليفة والثاني خليفة والثالث خليفة. هو هذا يقصد، بس يعني يقول لأن الأول خليفة والثاني خلاص، إذن هذا المقصود لازم يؤول إلى الناصر والمحب. فقاله الشيخ التيجاني إذن هذا يعني أمرك غريب، يعني كيف رسول الله يجمع 100,000 يقولهم بأن علي من كنت أحبه فعلي فحبوا علي أو ناصره؟ فقال ذلك السني نعم، إن جماعة كانوا يبغضون عليا فرسول الله أراد أن يزيل بغض علي من صدورهم، فقال من كنت مولاه فهذا علي ومن كنت ناصره فعلي الناصر. فقاله الشيخ التيجاني يعني معقول بأن رسول الله يجمع 100,000 120,000 صحابي، ولو كانوا 2 أو 3 أو 4 كان اجتمع بهم الرسول، لكن 120,000 صحابي وفي حر الهجير فقط يبلغهم ذلك. ثانيا النبي ما قال من كنت مولاه، قال من أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقالوا الله ورسوله، ثم من؟ قالوا الله أعلم. فقال النبي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هنا الولاية عن الخلافة. فقال ذلك الشيخ السني وهل يعقل أن 100,000 ما فهموا حديث النبي كمثل ما فهمته؟ فقال له بلى، إن الصحابة فهموا حديث النبي وبايعوا عليا بالخلافة، وأول من بايع هو أبو بكر وعمر حينما قال بخن بخن لك يا علي. فقال ذلك الشيخ السني وهل تعني بأن الصحابة عصوا رسول الله؟ فقال له الشيخ التيجاني نعم، إذا كان العلماء من السنة يذكرون بأن الصحابة عصوا رسول الله فكيف لا يخالفونه في حديث الغدير؟ إذن حديث الغدير حديث مسلم ومروي بين الفريقين، وأن المقصود هنا بالولاية هي الخلافة والرئاسة والولاية العامة. نسأل الله أن يثبتنا على ولاية علي ومحبة علي، وأن يجعلنا من السائرين على دربه وعلى خطه، ونسأل الله بحقه أن يعيد علينا مثل هذه الأيام في خير وعافية ونصر وعزة للإسلام والمسلمين، ونسأل الله بحق هذه الليلة أن يفرج عن جميع الأسرى، بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد. الله صل محمد مسلم. ولايتي لأمير النحل تكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيني، وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. منايح الله عندي جاوزت أملي وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي. لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدي حباه الله في المنن وأرضعتني، جزى الله والدي خير الجزاء لأنهم ربونا على محبة علي وولاية علي. لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدي حباه الله في المنن وأرضعتني بإيمان على ثقة حب الوصي حب علي حسنة لا تضر معها سيئة وبغض هو سيئة لا تنفع معها حسنة. وهذا حديث صحيح رواه الفريقان. منايح الله لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدي حباه الله في المنن وأرضعتني بإيمان على ثقة حب الوصي وغدتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن في حبه صادق في السر والعلن، أبي وأمي بحبل المرتضى اعتصما فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. قالت فم رحم الله صالح بن عباد، قالت فمن صاحب الدين الحنيث أبن؟ فقلت أحمد خير السادة الرسلي. قالت فمن بعده تصفي الولاء له؟ فقلت ذاك الذي أربى على زحلي. فقلت من داد عيل الطير يأكله؟ فقلت تعليه في حل ومرتحلي. قالت فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت من بيته في أشرف الحلل. قالت فمن والد السبطين ادفرعا؟ فقلت من كان للإسلام خير ولي. قالت فمن ساد في يوم الغدير أجب؟ فقلت حتاليه في حل ومرتحلي. قالت فمن راكع زكى بخاتمه؟ فقلت أطعن خلق الله في الأسلي. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. قالت فمن هو هذا الشخص سمه لنا؟ فقلت ذاك أمير المؤمنين
علي. حتكم مريض من خارج القرية اجمعوا لي أصدق. جزاكم الله خير. مريض من خارج القرية ونحن في مثل هذه الليلة، ليلة الغدير، ليلة الولاية والبيعة، يلا هذه الجلوة البسيطة والله يعدنا إياكم إن شاء الله. في عيد الغدير أحلى تحية للهادي وصية، في عيد الغدير أحلى تحية للهادي وصية. قول في عيد الغدير. بعد مرة بصوت أعلى. في عيد الغدي للهادي فرحة الأمة هالليلة، الله ما أكبرها فرحة، حيدر الوارى على العالم تشحوي فيه صبحة. يا علي ببسمتك يا علي تجلي الهم وفادي تشرحة، يا علي نورك تبسم الله، يا علي نورك تبسم، انت لجراحي البلسم. أقسم بربي الأعظم روحي بحبك غنية، الله يغنيني حبك يا حيدر، يغنيني حبك، يغنيني حبك، يغنيني حبك، وارسل هذه الليلة تحية للهادي وصي. في عيد الغدير، في عيد الغدير للهادي، في عيد الغدير، في صح فقيرانا ولا عندي قصور ولا عماير، بس في قلبي حب علي أكبر منارة في المناير، واللي ما يعرف علي مسكين، مسكين لو مو مسكين، واللي ما يعرف علي مسكين لو هم من الأكابر، حب علي هو التجارة، حب علي هو التجارة، إلا ما فيها خسارة، حب علي يعطي ثمارة من الجنة الأبدية، الله يدخلني حبه في الجنة، يدخلني حبه، يدخلني حبه، ونجدد البيعة العلوية للهادي وصي. في عيد الغدير، في عيد في عيد الغدير، إلهي بجاه الوصي ندعوك ولا تخيب أملنا، وتفرج عن المكروبين وتقبل عملهم مع عملنا، تغني المسكين وتقضي الدين وتشافي عللنا، وعرس العزه
الشباب كلها خلها تتهنى بحفلها وراية المرتضى بذيلها بظيلها تعيش ايام هنية اتهنينا بحبة حذار اتهنينا بمحبة حذار اتهنينا بمحبة حذار واجمعنا على الكلمة السوية للهادي الوصية في عيد الغدير اكبر صوتكم نايم ما فيكم في عيد الغد ربي ثبتني على محبة علي في كل حياتي يا الله ربي ثبتني على محبة علي في كل حياتي ربي واشفع لي بعلي وارحمني في ساعة مماتي وثبت أولادي بحب حيدر مثل حبي وثباتي شعبنا يا رب نصرة شعبنا يا رب شعبنا يا رب نصرة قول قول شعبنا يا رب نصرة ديننا دين الولاية لا تعصب لا غواية حيدر من الله آية هذه الكل البرية الله واجمعنا على الكلمة السوية للهادي وصي يعيد الغدي للهادي في عيد الغدير اللهم إنا نسألك بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم فرج عن أسرانا ومعتقلينا فك أسرانا وأسيراتنا لا سيما المحكومين خلصهم من سجون الظالمين أرجحهم إلى أهلهم سالمين اللهم احفظ شعب البحرين احفظ شيعة علي بن أبي طالب ومحبي علي بن أبي طالب وموالي علي بن أبي طالب في كل مكان من أرادهم بسوء فارد ومن كادهم فكد اللهم وارحم شهداءنا الأبرار اللهم تغمدهم برحمتك لا سيما الشهيد السعيد وارحم المؤسس الحاج علي محسن وولده محسن وجميع موتى المؤمن والمؤمنات رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة اللهم تغمدهم برحمتك واسكنهم الفسيح من جنتك يلا من كنت مولى فهذا علي مولى بصوت واحد اللهم